هذه الجماعة الفاسدة المبتدعة الشركية تظن تنشر بين الناس ما يسمى بصفات الست، وسنتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ومدى موافقتها للدين وعدم موافقتها له. لكني أود أن أذكر هنا أمرا من عداوتهم للتوحيد. في عام تقريبا 86 و300 ألف هجرية خرج معهم جماعة إلى قرية الحناكية أو مدينة الحناكية، وباتوا في جوار جبل ضبع. ولما جاء منتصف الليل سمع أخونا الأخ ناجي العجمي حفظه الله أو رحمه إن كان قد توفي لا أدري لعنه فترة، وإذا بأحدهم يقوم منتصف الليل فيقوم، وهذه شهادة مثبتة عندي بتوقيعه وبخط يده، وإذا بأحدهم قام فيقول هو 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 هو. قال ما هذا الذي تفعل؟ قال هذا ذكر لله تعالى. قال ذكر الله تهوي تنبح مثل السبع، ما يليق بك. قال لأشكونك على الأمير أمير الجماعة. فلما أصبح الصباح شكاه على الأمير، شكى الشيخ ناجع وهو سبب تركه لجماعة التبليغ، الشيخ ناجع العجمي. فلما شكاه على الأمير أمير الجماعة فقال ما أضلكم إلا هذه الكتب، وأخذ بكتاب الجامع الفريد الذي فيه مجموعة من كتب التوحيد وضرب بها الأرض بأقوى ما معه، قال ما أفسدكم إلا هذا الكتاب وأمثاله، يعني كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، مع أنهم يزعمون يظهرون للناس أنهم يعني يوالون الدعوة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وقد كذبوا ورب الكعبة، فقد خبرتهم وسبرتهم ووقفت على شركياتهم وبدعهم من خلال زياراتي ل38 دولة، فوالله ما وجدت أشد منهم عداوة لأهل السنة والجماعة والسلف الصالح. فانتبهوا واحذروا، وسنبين أمورا أخرى إن شاء الله في خطب قادمة لا تكون سنتين أو ثلاثة، وعلى الجميع أن يحذر، وهم يخدعونكم ببعض المظاهر التي يخدعون بها الناس من دعوة الزهد ودعوة الورع ولين الكلام. ومن أخطر شيء سأنبه عليه في الدرس القادم أنهم ينتشلون الناس من المعاصي على حد زعمهم ثم يسلمونهم إلى الجماعات التكفيرية والخارجية، وهذا قد خبرته من خلال مشاركتي في المناصحة ومقابلة الكثير منهم من خلال مشاركتي في برنامج المناصحة في وزارة الداخلية.